مشاهدينا، وللمزيد حول تزايد حوادث الطرق في ديالى خاصة والعراق بصورة عامة وأسبابه، ينضم إلينا عبر الهاتف من بغداد الصحفي والناشط المدني الأستاذ عادل الجبوري. السلام عليكم. مساء الخير. أهلا بكم. صحة ديالى وحدها تسجل أكثر من 5000 حادث سير في المحافظة خلال السنة الحالية، كيف تنظر إلى زيادة معدلات حوادث الطرق في العراق بصورة عامة؟ نعم، تحياتي إليك وإلى مشاهدي قناة الرافدين الفضائية. موضوع الحوادث الطرق وخاصة في محافظة ديالى، تعتمد الحوادث على 3 عناصر اللي هي الطريق والسيارة والسائق. لكن نلاحظ أنه الطريق وغير مؤهل لمرور هذه السيارات بسبب قيام الشاحنات التي تأتي من إقليم كردستان محملة بأكثر من حمولتها المقررة، يعني هو عنده مثلا 30 طن يشيل 40. ماكو هناك ميزان أرضي يقيسه وينطي هذا الميزان حتى يمنعوه، تاركين الموضوع. إضافة إلى الشارع، نزلت هذه الشوارع بسبب الشاحنات حوالي، يعني آخر روحة لي حوالي 15 سنتيم بالأرض، يعني حفرت، ولذلك يصبح الطريق غير معبد، فيقومون باستخدام الشارع الثاني ذهابا وإيابا. عدم وجود إنارة، عدم وجود إنارة بالطريق، عدم وجود دلالات، يعني دلالات تحذيرية أنه صار تحويلة أو متحويلة، ولذلك نشوف الحوادث، لأنه أنه طريق ديالى تعتمد عليه مرور إلى محافظات الشمال، السليمانية، أربيل، كركوك، ويمكن المرور منك على سامرة، يعني طريق سالك يوميا. ولكن نشوف الحوادث منتشرة في هذه الطريقة، في هذه المنطقة ديالى، ومع الأسف الشديد يعني محافظ ديالى أو المحافظين الباقيين كركوك ما يطلعون يشوفون هذا الشارع العام اللي يربط هذه المحافظات، هل هو صالح وما هي. نعم، إذن بالدرجة الأولى هي الطرق سيئة، ولذلك ترتفع معدلات حوادث السير في هذه المنطقة، بل كانت حتى تسمى بطرق الموت ولغاية الآن. يعني لحد الآن أنا سمعت آخر شيء كملوا، انه كملوا اعاده تبليطه، لكنه هذا همينه بالصيف ينتهي بسبب انه ماكو ميزان ارضي. قبل ما تدخل المحافظات حتى يشوفون عمولات الزائده لهذه السيارات اللي تؤذي الشوارع الدوليه. عدم وجود سياجات امان، هذه همينه مشكله. اناره ماكو، سياج امان ماكو، كان قبل سياج امان موجود الطريق كله، ما يتجاوز واحد على الشارع ولا حيوان ولا إنسان إلا يعبر من المناطق المحددة إلى. لكن اليوم أصبحت الوضعية مع كثرة القتلى نقول عليهم في هذه الحوادث، لكن المحافظين الموجودين غير مؤهلين أن يجون يشوفون طرقهم. نعم. كل واحد ذاب على الثاني. نعم. طيب، لو فرضنا أنه فعلا لا توجد مخصصات لصيانة هذه الطرق والجسور وتوسيعتها وإنشاء جسور جديدة، أين تذهب الأموال المحصلة من رسوم ترخيص المركبات وكذلك الغرامات وغيرها من الأموال التي تقدر مليارات الدنانير شهريا؟ نعم، مديرية المرور العامة تفرض رسوم اسمها رسوم الطرق والجسور، هذه المبالغ بالمليارات. يعني آخر تصريح كان إلى اللواء طارق مدير المرور العام اللي تم إخراجه من المرور العامة، يقول سلمت إلى وزارة المالية مليارين أو أكثر. وزارة دائرة الطرق والجسور تقول ما حد يطينا ولا فلس. زين، هذه الفلوس وين دا تروح؟ إلى وزارة المالية ودا تروح إلى مكان آخر؟ المفروض هذه المبالغ المستفات من الناس على الطرق والجسور، وهذا دا يعانون السواق من يجي يفرضون عليه يعني هالقد مبلغ طرق وجسور، يقول له وين الطرق وين الجسور؟ وين الطرق؟ يعني حفرة ما حد يسويها. فهذه المبالغ لا نعلم أين تذهب، إلى وزارة المالية، ووزارة المالية تخليها عندها تصرفها في مجال آخر، لكنه لا هناك لا تعبيد ولا هناك طرق جيدة بالعراق، ولا أكو إنارة ولا أكو دلالات. يعني المفروض الطرق الخارجية كلها عليها دلالات أنه تحذيرية، الدلالات التحذيرية تحذر وجود مناطق هاي تعبر منها حيوانات. يعني قبل فترة، قبل بالضبط 3 أيام سيارة جاية من البصرة وجايين بها موظفين من شركات النفط في منطقة السماوة، وكهرباء ماكو،
ما لقى نفس غير يضرب جمل، قطيع جمل دي يعبر جمال دي يعبر الشارع. نعم. وكلهم القتلة والبالسيارة. منو ذول يتحمل مسؤوليتهم؟ على ما نقول احنا نقول يا كهرباء يا كهرباء ما تدرون تفدون بالشوارع، لانه الشوارع هي من البصرة يعني شوارع مشكلة هي هذه. نعم، هذا في جانب الطرق. نعم، الحكومة أيضا في كثير من الأحيان ترجع تزايد أعداد الضحايا بحوادث الطرق إلى سوء القيادة وإهمال السائقين. إذا كان الأمر فعلا كذلك، فأين هي العقوبات الرادعة والقوانين التي ممكن أن تعدل من هذا السلوك؟ وخصوصا السوداني في الفترة الأخيرة ألغى عقوبات والغرامات على السائقين بذريعة مناسبة وطنية. يعني اللي يقولوه الحكومة أنه السبب انه السواق، هذا انا ايدهم. نعم، اكو بعض السواق يتناولون الحبوب المخدره اللي جتنا من جاره الشر. المفروض اوقف مديريه المرور العامه تقوم بعمليات ايقاف السيارات وفحص السائق اللي يشكون به. يعني انا شفنا في مصر او في دول اخرى نفاخه تعرف اذا يعني شارب مشروب او شارب، هذه الامور المفروض فحص الرئيس، فحص المستعجل. كثير من السواق، نعم اللي تصير كثير من السواق يتعاطون المخدرات مع الاسف، وبسبيل شنو يتعاطوها؟ بسبيل ان يقاوم انه يروح مرتين او ثلاثه يعني حتى لا ينام ياخذ هذه الحبوب المخدره. قبل 15 يوم سياره من السيارات رايحه الى الموصل نينوى شارشر، طلع لها واحد من السدة الترابية يجين معاي، وين السياج الواقي؟ ضربها ثلاثة ماتوا، والسائق في السجن لحد الآن، والمرور العامة يسوون مخطط 100% على هذا السائق. طيب بس هو اللي ضرب السيارة، يعني هو لو طلع وضرب السيارة. شوف الأسباب شنو هي هذه؟ الأسباب عدم وجود سياج واقي يحمي الشارع الرئيسي الدولي، لأن هذا الشارع الدولي. يعني الشارع الدولي يجب أن يكون محمي، احنا نشوفه بالدول الأخرى حتى ما حد يقدر يوقف فيه. يعني جملة مشاكل كثيرة، ولكن لا تعير لها الحكومة أي اهتمام. من بغداد الصحفي والناشط المدني الأستاذ عادل الجبوري، شكرا جزيلا على هذه المداخلة.